طريقة عمل عصير قصب السكر في زنزبار. المكنة زي ما انتم شايفين اهي بالكهرباء، يحط فيها عود القصب ويدخله كذا مرة ويعصره بقى ويطلع العصير اللي فيه. فدي الطريقة اللي بيعملوا بيها عصير القصب هنا. في مكن زي ده بيشتغل مانوال باليد، وفي بيشتغل بالكهرباء زي اللي قدامنا ده. وبعد كده بقى تاخدوا احلى كوبايه عصير قصب من نوع من اهو، حاجه بصراحه فخيمه يعني. يلا كل سنه وانتم طيبين، ومستنيكم هنا في زنزبار. اي حاجه تحتاجوها هتلاقوني محمود حبيب دايما معاكم، ودايما صفحتي زنزبار من الداخل او فيديوهاتي تابعوني، هتلاقوا ما يسركم ان شاء الله.